موضوع بيحصل لمعظم الناس، مين فينا وهو نايم بيحس ان هو متكتف او بيصرخ ومفيش صوت او حاسس ان هو في حاله شلل. النهارده هيكون موضوعنا عن الجاثوم، وبرضه هنتكلم عن اسرار عالم الجن، ولكن مش للاثاره لكن للاناره. الناس البسيطه اللي بيحصل لها اي حاجه فتحس انها لازم اروح لمعالج، وممكن بالنسبه لهم بيبقى هو معالج، لكن عند ناس تانية ما بيبقاش معالج، يعني ممكن يكون دجال او ساحر وهكذا. النهارده هيجاوب على كل اسئلتنا فضيله الشيخ سيد المهدي، المعالج بالقران والراقي بالرقيه الشرعيه والحجاب. اهلا بك يا فضيله الشيخ. مرحبا بحضرتك، ازي حضرتك؟ منورنا. الله يبارك لك يا رب. بدايه كده زي ما قلت في المقدمه، يعني معظم الناس بيجي لها الجاثوم. في ناس تعرف ايه هو الجاثوم وقرت عنه، وفي ناس ما تعرفش هو ايه الجاثوم. تمام، بداية كده عايزين تعرف ايه هو الجاثوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبدئيا الجاثوم هو جن عدائي بطبعه، وهو يترقب الإنسان، يعني يفضل منتظر خلف الإنسان حتى نومه. فإذا نام الإنسان جلس الجاثوم فوق رأسه أو فوق الجسد، وصار يخنق في الإنسان، فبتدي الإنسان يحس بتنميل في الجسم كله وخنقة، وكأن حد بيسحب روحه من الجسد. وعشان كده احنا النهاردة بنتكلم بأسلوب أو بنتكلم في حاجة يمكن كثير من البرامج كانتش عنها، ألا هو بعض الأشياء اللي ذكرت في السنة ونحن مش تجاهلناها ولكن نسيناها، واتجاهلنا أشياء كتير جدا غيرها. طيب الجاثوم دوت هو أصلا بفطرته كده هو عدائي، ويترقب بالإنسان عشان يحاول إن هو يأذيه في منامه. طيب إيه هي الأشياء اللي إحنا جهلناها أو تعمدنا نسيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا دائما قبل النوم، طبعا استثناء مع آية الكرسي. كتير ناس تكلمني يقول لي شيخ أنا بقرأ القرآن قبل ما أنام، بقرأ آية الكرسي، بقرأ سورة الملك، ليه ورد بقرأ قبل ما أنام، بسبح، ورغم ذلك بيأتيني الجاثوم. صحيح، ده كان سؤال أنا كنت هسأله، اللي هو في ناس بتعمل الأذكار النوم ولكن بيجي لها برضه الجاثوم. كلام جميل جدا، لكن حضرتك نسيت سنة، واحنا النهارده كلامنا هنجمع فيه بعض السنن اللي احنا لما نفقدها نتعرض لنوع من انواع الجن. سليم؟ سنه جميله جدا، وكان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال مرض موته صلى الله عليه وسلم، الا وهي قراءه الاخلاص والمعاذتين، اللي كل عز رب فلق، كل عز رب الناس، واقراه مش قراءه فقط، لا ده انا بقراهم هكذا وامسح بها على جسدي، كل واحده منهم ثلاث مرات وامسح على جسدي ثلاث مرات. طب انا عملت كده الجاثوم يبتدي يبتعد عن جسدي، هو كده كده متركب بجسمك مستنيك، اول ما حضرتك تغمض عينك يبتدي على طول هوب يقوم جاي ماسكك. طب انا عملت كده ما يقدرش. وحتى ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال موته صلى الله عليه وسلم، او في حال مرض موته صلى الله عليه وسلم، فكان من عادته ان يفعل هذا، فما قدرش، مش قادر، فقامت النبي صلى الله عليه وسلم مسكت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقرات الاخلاص والمعوذتين ومسحت بها على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فدي سنه نحن نهجرها، وبسببها ياتينا الجاثوم. والناس تظن ان انا ما دام ياتيني الجاثوم يبقى عندي مس، عندي سحر، عندي، لا لا، ده ملوش علاقه خالص. وفي بعض المعالجين بيستخدموا ده، لان يعني معظمنا بنتعرض للجاثوم، فالناس بتستخدم ده المعالج، اللي هو انت، طب انت بتحس وانت نايم ان انت متكتف، ان انت بتحس ان انت عايز تصرخ بس محدش سمعك او مش قادر، فهو بيستغل نقطه زي دي. صحيح، والجاثوم دوت هو مش يعني زي ما حضرتك قلتي، مش شرط اكون انا انسان مصاب بشيء، انا ممكن انسان مواظب على اذكاري اللي ورد من القران، ممكن اكون عالم من العلماء وعندي علم الدين جميل جدا، وان نسيت هذه السنه اهاجم من هذا الجاثوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء من القران يصد عنا هذا الجاثوم. وبعض الاشياء برضه هنتكلم فيها النهارده اللي الناس بتجهل او بيستهون بيها، يقول لك يا عم الشيخ يعني ده حاجه عمري ما كنت اتخيل ممكن تكون فيها اذى بالنسبه لي،
وعابرا وسريعا كلنا كنا نظن ان مثلا ان الجن العاشق ما هو الا جن ياتي مثلا اما من خلاء اما ياتي من مرايه او هكذا، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء يسمى دعاء الثياب وتصنف سليم في البخاري ومسلم وفي رياض الصالحين باب اسمه باب الثياب، ان انت حضرتك لما تيجي تقلع ثيابك سمي الله وقل الحمد الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه، بالظبط زي ما حد يجي تخش الخلاء بتقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، فانت لما تقول الدعاء دوت يحول الله بين نظر الجن الى عوراتك، فبالتالي ما يعجبش بعوراتك لانه ما شافهاش، فبالتالي ما يعشقش الجسد ويدخل ويتربص به. كذلك عند تغيير الثياب، كذلك عند تغيير الثياب تيجي الناس يوم داخل عرقان تعبان يوم غير هدومه في غرفته ويقوم لابس هدوم تانية من غير ما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. صحيح. حتى في بعض علماء الطاقه قال لك ان الثياب اللي انت يعني تتركن كتير في الحمام او خارج الحمام يقول لك بتعمل طاقه سلبيه وما شابه ذلك. صحيح. طيب انا فعلا سمعت معلومه زي كده. ده صحيح، ما هو النبي السنه اثبت ذلك. ما هو ليه جعل لك ليه دعاء للثياب؟ اول ما هي الطاقه السلبيه ديت بتسمى هي الروح الخبيثه او الجن او الشيطان او مش ذلك، فهو يبتدي يتربص بجسدك فتلبس الثياب يبدا يمس جسدك مره مع مره، ان اعجب بجسدك يمسك من غير ما تشعر. يعني كده الرسوم ان شاء الله نكون نقول المعزتين والاخلاص ونمسح بيهم، مش نقراهم فقط. ده انا بمسح كده وادفل في يدي وامسح من اول راس لغايه اخر اقدامي باذن الله سبحانه وتعالى 3 مرات مش هيجي لك. وحضرتك برضو بتاكد علينا ان تغيير الثياب نقول الدعاء. طبعا. طب في ناس بسيطه بقى ما بتبقاش عارفه تقول الدعاء. اقول بسم الله. تكتفي ب اقول بسم الله. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اقول بسم الله وانا بلبس واقول بسم الله وانا بقلع. ممكن اقولها بطريقه بسيطه جدا، يا رب لك الحمد ان انت رزقتني الثياب ده. الحمد لله ان ربنا رزقني الثياب ده. اذكر اسم الله واشكره. ويقول الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأنا إن ذكرت اسم الله فالشيطان لا يأتي على شيء ذكر اسم الله عليه. طيب احنا معانا أم حسام. أيوة معاك. اتفضلي يا أم حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذنك تسمعينا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون شوية. اتفضلي. الو. ايوه الشيخ سيد. اتفضلي. اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي حضرتك. ايوه فضيله الشيخ. سامعين حضرتك. اتفضلي. ايوه سامع حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا ام حسام. ايوه هطلب بس من حضرتك توضح للناس اوامر كتير قوي الناس ما تعرفهاش، لان في حاجات كتير الناس يعني خافية عنها، واحنا هنا بالنسبة لنا احنا ألياف وفلاحين وما نعرفش الحاجات دي. هو النهارده هي الحلقة قايمة على كده إن شاء الله، إن احنا هنقول الحاجات المفروض إن الإنسان يعرفها بيها يكون بيتفادى أذى الجن. فإن شاء الله اسمعينا لآخر الحلقة وهتلاقي إجابة للسؤال بتاع حضرتك. طيب هي قالت الحاجة التانية احنا كنا نتكلم فيها. تمام. التحذيرات في 1 2 3 ليه بقى؟ يعني عايزينها في 1 2 3 عشان زي ما هي قالت كده الناس البسيطة اللي في الأرياف ما بيكونوش عارفين ايه التفاصيل، يعني بيسمعوا من انا سمعت فلانة بنت خالة مش عارفة مين حصل لها ايه، فمنها بتبقى هي دي القصة. عايزين نعرف ايه التحذيرات اللي بيها الانسان يتفادى اذى الجن. تمام. من الحاجات البسيطة اللي الإنسان ممكن ما ياخدش باله منها، وبرضك هحاول إن أربط كل شيء بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة. طيب الكلاب نحن عرفناها، الصور الناس تظن أن الصور لأشياء اللي هو الصور الفوتوغرافية المعلقة فقط. لا، ده مش كده بس، كل ما هو مصور دمية اللي هي العروس الصغير الدبدوب والكلب والحاجات ديت اللي ما شاء الله أول ما العروس تيجي تخش جايبة بحوالي 2000-3000 جنيه عرايس ودمى. واحذر
لأن الشيطان أو الجن يسكن هذه الأشياء. طب في بعض الناس بتقول إن إحنا لو يعني هناهم رميناهم في الأرض مش عززناهم زي ما بنحطهم على الأنتريه والحاجات دي، لو ده هل صحيح لو رميناهم في الأرض للأطفال يلعبوا بيهم كده مفيش أي أذية، ولا برضو بيكون في أذية للإنسان؟ سؤال جميل جدا. أنا جبت لعبة لابني دبدوب صغير مفيش قد مشكلة، لكن هو الأصل فيها ان احنا الحاجات دي ما تكونش موجوده في، ولو موجوده فين في البيت، فانا بشيل ما يجسد العين لكي لا تكون هيئه حيوان او انسان. صحيح. ولكن ما جابهاش بكثره في المكان. كان في مشكله زمان، وكان ناس جولي وكان عندهم سكن شقتهم، وكانوا بيسافروا ييجوا مثلا في فتره الصيف يقضوا فيها الاجازه، وكان يقول الشيخ احنا كنا بالليل وكأن يخيل لنا ان الدمى ديت العرايس والحاجات دي كلها وكانها بتتحرك وتتكلم. لما اصابنا شيء من الرعب والذعر جامد جدا لدرجه ان هم خدوا الحاجات دي ووزعوها مش عايزينها. طيب ان كان الدميه دي ينفع ان هو يسكنها جن، ينفع يسكنها جن او شيطان. في بعض النساء بقى تقوم ماسكه الدبابيس اعزك الله، تقوم خلاص عشان ما يطوش من الدبوس فتحطه فين؟ صحيح في الدبدوب. احنا بنعمل كده فعلا. طيب احنا كلنا بنعمل ده. طب تخيل لو ان الدبدوب ده يسكنه جن، وانت حطيت الدبوس ده في دماغه، هيسكت؟ لا، هينتقم منك. فاحذر، دي من الحاجات تحذر بيقولوا النهارده. اولا لو انا جايب لابني عروسه او دبدوب صغير، وهنا زي ما حضرتك قلتي مش اوكرها واحطها في الشيفونيره او احطها، لا 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 سيبه يلعب بيها وبعد ما اخر النهار مثلا تحط في كرتون والحاجات تتركن على جنب. طيب واحذر ان انا احط دبوس في حاجه زي ديت، لان ممكن في نفس الوقت يؤذيني، ممكن يكون في مس من مس الجن ويؤذيني. برضك من ضمن التحذيرات ان ما ينفعش، قال الله سبحانه وتعالى اولا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب الليل لباسا، انا ما ينفعش ان انا افضل طول الليل سهران لوحدي. ليه؟ بعد منتصف الليل ده الوقت اللي يواح للجن فيه التحرك في البيت من عماره او غير عماره، فاحذر في الوقت دوت. لبعض الناس يقول لي يا شيخ انا مثلا الساعه 1 2 بتحرك والنور هادي في كل حته، وانا داخل اعزك الله الحمام وتفاجئ جسمي بيقشعر، او تفاجئ وكان عندي حق ان في حد ماشي ورايا، لان حضرتك خالفت الفطره ربنا فطرك عليها. نعم. الليل طبيا هو اشد راحه نفسيا وجسديا للجسد وللانسان اكتر من النهار، لو انك نمت بلاقي ساعتين افضل من 10 بالنهار. طب انت خالفت السنه، طب الناس دي عايزه تتحرك، الجن دوت ليه عالمه عايز يتحرك، فربنا حبسه بالنهار عنك عشان يتحرك بالليل من عماره، فانت كده بتضايق عليه، فبعد العمار انت تضايق عليه فيبدا يخوفك يرعبك عشان ما تقدرش ينتصر بالليل. طيب احنا معانا دنيا ونرجع لحضرتك تاني. اتفضلي يا استاذه دنيا. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال فضيله الشيخ عن الجريمه؟ اتفضلي. معلش اتفضلي. عن ايه؟ عن الجريمه. عن الجريمه. ايوه. ايه الجريمه؟ لما ببقى حامل بتسقطني على طول. معلش يعني انت قصدك ايه بالجريمه؟ القرينه. القرينة. انت قصدك القرين. ايوه. طيب طيب ماشي اتفضلي. حاضر يا استاذه دنيا. هو القرينة ان شاء الله احنا كنت يعني محضره موضوع كامل وحلقه كامله ان شاء الله عنه ان شاء الله. استاذه دنيا ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم عن القرين باستفاضه، تابعينا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. طيب هنكمل تاني التحذيرات. تمام. احنا كده قلنا ان احنا ما ينفعش ان احنا نسهر بالليل لوحدنا. صحيح. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ بعض الشباب او الفتاه يقول لك انا اروح مكان مهجور، ودايما هنا بحذر، بحذر تحذير جميل جدا. في بعض الناس يقول لك والله عندنا في القريه في بيت مسكون، في بيت مسكون مسكون هو اشيع ان هو مسكون، ولكن هو بالفعل مسكون، ولكن بالعاده او بالطبيعه محدش بيسكن من الانس، فالطبيعي يسكن من الجن، ودوت تحذير للناس. واحد راح اشترى بيت مقفول بقاله سنين
واحد راح يشترى شقه مقفوله بقى سنين، اجر شقه مقفوله بقى سنين، حضرتك يفترض ان انت اول ما تخش المكان ده ما تديش عفشك الاول، حضرتك يفترض ان انت اول ما تخش المكان ده تؤذن وتقرا في ايه الكرسي ثلاثا وتؤذن في كل غرفه في اتجاه القبله وتشغل فيها سوره البقره، ويستحسن لو انك قراتها بنفسك، وكانك بتقول لعمار هذا المكان لو فيه مسلم يبقى، ولكن ابداوا اسكنوا مكانكم وما تختلطوش بينا. سليم؟ ولو ان فيها خبيث من خبثاء الشياطين او الجن يبتدي يطرد ويخرج، لكن بعض الناس ياخد الشقه او السكن ينقل عفشه وبعد يقول لك يا شيخ اصل وانا نايم بالليل سمعت صوت كذا، انا بقيت مرعوب، انا عندي في اوضه ما بخشهاش ابدا، اخش فيها الاقي في كوابيس، اخش فيها اتعب، اخش فيها الاقي نفسي مش قادر، اخش اجتمع فيها كل خبيث. ليه؟ حضرتك اخطأ، حضرتك انت اصلا ما يعني ما حصنتش المكان. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه بعض الناس تقول لا انا اروح ايه المكان دوت وانا بطل الابطال، انا اروح مكان الجن ايه وبتاعي. الجن ينتقم ممن يسخر منه، زي بالظبط ما حضرتك انت ما بتحبش يسخر منك احد، تحب حد يستهزئ بيك؟ لا. طب ليه بتستهزئ بالجن؟ نحن لا نعظم احد ولا نحقر احد، لكن ليه بتستهزئ بالجن؟ ما تستهزئش بيه. ليه؟ لان انت تستهزئ بشيء انت لا تراه. صحيح. فبعض الاماكن بعض الناس يجي لي حد يقول لي شيخ انا السبب اللي انا فيه دوت ان انا رحت مكان والمكان دوت انا اعلم ان يسكنه الجن ودخلت وقلت جن ايه والكلام ايه والكلام الفارغ ده كله. لا، خطا. خطا. وجات لي حاله كان اصيب بمس، وكان لي صديق لي في يعني هو راح يشتغل في مكان بعيد في الصحراء شويه، فصديقه شعر ان المكان فيه جن، فقال له ما تخش المكان ده لوحدك. قال له لا المكان ده فيه جن، انا شعرت ان المكان ده فيه حاجه غريبه فما تخش. فالتاني لا انا هخش. قال له يا ابني الناس ما تخش. قال له لا انا هخش، انا قلبي جامد، انا جني وبتاعي. ودخل هناك وبيقول لي والله يا شيخ، بيقول لي انا رايح وكان قلبي ده حديد، ومجرد ما بدات اول انزل اول درجه تاني درجه والقلب حديد ما بقاش قلب حديد خالص، وكان رجلي دي سبتت مكانها على تاني درجه وعايز انادى على حد يطلعني فوق مش قادر. وفجاه ظهر لي شيء في هيئه خيال قبيح جدا، وبعد كده اختفى. من بعديها لقيت نفسي وكان حد شان رمى بره. احذر. طيب متحذرت برضك في نفس المكان ده بعض الشباب معجب بصوته، فيوم رايح في مكان خالي ويبتدي يتكلم او يغني، يبتدي يتكلم ويسمع صوته يقول لك عاوز اروح المكان دوت عشان اسمع صدى الصوت. لا، انت لو استمريت ومشيت على نفس المنهاج دوت ان انت تروح عشان تسمع صدى صوتك من غير ما تشعر ممكن يمسك الجن. طيب معانا امة الله ونرجع لحضرتك تاني. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم بعزيزتك الشيخ؟ فضيله الشيخ مع حضرتك. اتفضلي. اتفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، السلام عليكم الاول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا في اخت قرت عليا وحضرت عليا الجن ماشي؟ ففي ناس خدوه استعملوه بقى اللي هو القرين ده. قرايبي بتاع ثلاث سنين او اربع سنين هم بيعذبوا فيا، اللي هو كل يوم بيحاولوا يجننوني. بيحاولوا يجننوني. فاهم حضرتك؟ وسرقوا أيوة. الشقه بتاعتنا. سرقوا الجهاز بتاعي. مين اللي سرق طيب؟ بيحاولوا يجننوني. ما بيخلوش اللعبه بتاعت الجن ولعبه على التليفون. حضرتك تقصدي مين اللي سرق الشقه طيب؟ جيران. جيران. طيب. جيران ومهددني بالاكل. لو كلمت او قلت لاخواتك هقتلك، هتضحك. هنضحك. طيب هنرد على حضرتك. حاضر. هو مش عارف سبحان الله احنا يعني الاسئله عن القرين شويه، ولكن هنضطر ان احنا نسال يعني نرد عليها بسرعه. تمام. اولا ما فيش حاجه اسمها ان فلان يجي لي ويقول لي يا شيخ اصل رحت للشيخ فلاني فقال لي قرينك ده وحش فانا اخذته منك. وفي كمان حاجه يعني اللي هو مسلم فانا اخذته عشان انا معالج بالقران. وهو مسلم زيي فاحنا حبايب. الكلام ده غير صحيح. حاجات غريبه انا بسمعها بصراحه. الكلام ده غير صحيح. نحن ابطلينا بالقرين. نحن ابطلينا بالقرين، فالقرين لا يترك صاحبه حتى يموت. القرين ربنا يعني صحيح. ده كلام ما فيهوش اي جدال. صحيح.
فالشكل اللي حصل عندها ان هم مش الاخت اللي قرأت عليها ديت حضرت قرينها، ولكن اللي حصل ان القرين اصلا ما يحضرش على لسان الانسان، ونادر ما يحضر على لسان الانسان الا واذا الانسان اذاه، يا اما في فرح شديد جدا يا اما في غضب شديد جدا، ويبتدي وكان المعالج يهيئ المعالج وكان الانسان ده عنده مس او لبس. لكن الوارد ان هي راحت لحد خطا، والحد ده بيستخدم الجن وبدا يسخر جن عليها سليم عشان يطريع في بعض الاخبار او ما شابه ذلك، وبالفعل يبدا الجن دوت يهددها. وبعض الحالات وانا بقول للناس يا اخوه الله يبارك لكم، الانسان اللي هو ايقنته ان هو عنده مس من اي نوع من انواع الجن، سواء المس ده بقى كان بعين او بسحر او مس طبيعي عادي، فصدقوه. لان بعض الناس يقول لي والله يا شيخ انا كنت قاعد ومش قادر اتكلم وشاف قدامي حد ماسك سكينه وحاطط عربة امي، فالطبيعي لازم اخاف، في حين اللي حواليه محدش شايف كده، في حين ان الجن بالفعل ادخل اليقين في قلب الانسان دوت ان انا هموت لك امك. طب مش ممكن يكون بإيحاءات؟ لا مش هتبقى إيحاءات، يعني تبقى في الوقت ده بتبقى حق. اه بيراه. وهتقولي طب ازاي يرى الجن؟ هو يرى الجن بعين جن يوم ممسوس. فالجن يوريه عالمه واشكاله بعينه. فالاخت دي ان شاء الله تتواصل معايا بعد البرنامج وهقدر ان شاء الله نحل الاشكال باذن الله بطريقه بسيطه باذن الله تعالى. طيب هنكمل من ضمن التحذيرات. اخر حاجه قلناها ان احنا الناس اللي بتغني والناس اللي بتسمع صدى الصوت. الناس اللي بتغني وبتسمع صدى الصوت. حاجه تانية من ضمن التحذيرات، وكانت جات لي حاله زمان وكان عندها مس، وكان المس دوت هي مش عارفه توصل ايه السبب، فقدرا سبحان الله العظيم وانا بقرا بدات تتذكر موقف معين. قالت لي شيخ وكاني الان وانت حضرتك بتقرا وكاني الان انتقلت لشقتي وشايفه نفسي وانا بغني انا وبنتي ومفيش حد معانا في الشقه بالليل وبنرقص. وسبحان الله العظيم لا يجتمعان في القلب مزمار الشيطان وكلام الرحمن سبحانه وتعالى. بالله عليكي وانا بقول للناس اللي يقول لك اصل انا ما بنامش الا لما اسمع الموسيقى. من عاش على شيء مات عليه. صحيح. ومن مات على شيء بعث عليه. وقال ابن القيم كل لله كما يريد يكن لك كما تريد. انت عايز من ربنا ايه؟ رحمته وجنته؟ خلاص ده اللي انت عايزه من ربنا. طب ربنا عايز منك ايه؟ تصلي وتعبد ربنا وتسمع كلام الله سبحانه وتعالى، مش تسمع الاغاني وما شابه ذلك وما فيها من سخط وشرك وعزك الله سبحانه وتعالى وتحريض وتأجج للشهوات وما شابه ذلك. فالست دي بدات تقول لي انا شايفه نفسي دلوقتي انا وبنتي برقص في الشقه، بس مش شايفه نفسي دلوقتي لوحدي، ده انا شايفه حوالي اشكال وحشه جدا وعماله يسقفوا لي. حتى تذكرت موقف ده ان جيت اقع وكنت اقع بالفعل وكان شيء سندني في السنده دي دخل الجن جسدها. طيب احنا معانا ايه ونكمل. اتفضلي يا استاذه ايه. اتفضلي استاذه ايه معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي فضيله الشيخ مع حضرتك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا كنت متجوزة وبقالي 20 سنة متطلقة. بقالي 20 سنة متطلقة وكل ما حد يجي في الدم لي يجي تتهوت وبيت ما دخل البيت بعد ما يخش البيت عاد يطلع ما مسيبوش تاني حتى لو حصل خطوبة ولا حاجة. طب وفي حاجات برضك بتحصل معايا كتير يعني انا مش مستريحه خالص، في حاجات كتيره بتحصل معايا فكل اللي كده يقول لي ده انت معمول لك ده انت عندك سحر ده انت مش عارفه على الله اعلم. طب حضرتك سؤال بس، حضرتك انت لما بيجي حد ويتقدم هل بتبقي مبسوطه وفي بدايه الامر تبقي مبسوطه، لكن لما مثلا زي ما بيحصل بنبقى مبسوطه وبعد تتهوت بعد تتهوت ايه بيبقى الموضوع عندي عادي تتهوت ما فيش اهتمام او ولا خايفه؟ ها؟ بتبقي خايفه ان الموضوع يستمر ولا بالنسبه ما بقول لك بعد ما ببقى مبسوطه كده في كون ما يجي وبعد تتهوت خايفه من الموضوع. طيب فضيله الشيخ هيرد على حضرتك. تمام.
طيب حالة زي كده بيكون ايه؟ حالة زي كده بيكون مش غالب نحكم عليها دايما بالسحر، ولكن غالبا بيبقى نوع من انواع الجن العاشق اللي هو اصابها، فبالتالي يقدم يجي العريس يتقدم فتشعر بشيء من الفرحة لساعات معدودة، وبعد كده حاجة من اتنين، يا إما لا مبالاة مش فارقة معايا حتى لم يأتي زيارة، لا مش عايز أقعد معاه مش عايز أكلمه، وبعد كده يا إما بيتحول الأمر إلى حزن وشعور بالكآبة وشعور وكأني نلا جوز فلان دوت، أيام بعد كده هتبقى وحشة كلها نكد وكلها وهكذا، في حين في نفس الوقت نفس تسأل نفس تقول أنا ليه بشعر كده، أنا ما شفتش منه حاجة وحشة، راجل كويس خلوق أهله ناس كويسين مصلي كويس جدا بيشتغل على العقل، فغالبا ده بيكون الجن العاشق، وإن شاء الله تعالى إحنا بنقول أن الجن العاشق أول شيء عشان أعمل أتأكد أن عندي جن العاشق، دايما بنصح أي أحد عندك تشك أن عندك أي نوع من أنواع المس، حضرتك تعمل حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم ومن دون الحاجات اللي إحنا بنفتقدها. يجي فلان يقول لي يا شيخ والله العظيم انا عايز اعرف فلان اللي عمل لي السحر ولا لا، انا عايز اعرف ايه اللي عندي، وناس تكلمني يكون بيني وبينه مسافات او محافظات طويله، اقول له الموضوع يسير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بالسحر استفتى ربه، يقول له ازاي استفتي ربه؟ صار النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع الى الله سبحانه وتعالى في قيام الليل ولو ركعتين في جوف الليل بعد صلاه العشاء، وضع الله فيها وقول له يا رب افتني في امري، يا رب انا عندي مس ولا عندي عين ولا عندي سحر، يا رب انا عاوز اعرف انا عندي ايه واحله ازاي، فادعوا الله سبحانه وتعالى بيقين وباذن الله سيرسل الله لك رؤيه يبين لك مشكلتك ويشخصها لك، وبعد كده نقدر ان احنا نتجه الى اقرب معالج، ومعلش لاحترام كلمه شيخ، لان في الارياف بالذات يقولوا كلمه شيخ ديت على الانسان اللي يقول له خد الحجاب ده يا ابني وهيظبط لك الدنيا، معالج يشخص الحاله كويس، اللي احنا بنقول من اول او اعلى اسباب العلاج بفضل الله بفضل الله السريع هو التشخيص الصحيح، شخص حضرتك صح بالتالي هيمشيك على برنامج صح بفضل الله الموضوع هيختفي منك بسرعه. طيب معانا امه الله تاني، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ حضرتك ما فهمتنيش، اتفضلي. هما دلوقتي اربعه شغالين عليا بالسحر ماشي، وعملوا عليا في تمثيليه اتعرضت، عملوا عليا نفس التمثيليه دي نفس التمثيليه دي، في تمثيليه اتعملت بما عملوا عليا نفس التمثيليه دي، ومهددني بالفعل مش جن، ده بني الناس بيشتغل بالجن وبني ادمين تانيين. يعني قصدي حضرتك ان هم انت لما اكتشفتيهم حضرتك لما لا هم بيهددوك عشان خايفه ان انت تكشفيهم للناس؟ طب استاذنك بس تسمعي، استاذنك تسمعي طب سؤال، انا فهمت مشكلتك، انت قصدك ان هم الناس اللي بتشتغل عليكي بالجن بالتسخير بالسحر دوت، يعني ده السحر التسخير ان هو بيسخر عليك الجن؟ ايوه فبت... بتاع كمان في لعبه في التليفون ايه لعبه اللي هو على المخ دي؟ ايوه 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 الكيماوي دي بتاعت المخ. تمام. اربعة شغالين وبعدين مهددني واحد مهددني بالقتل لو اتكلمت هنتضحك عشان التمثيلية بقى تكملوا التمثيلية. تمام. طب حضرتك يعني والدك اخوكي؟ والدي ووالدتي في رحمة ربنا. طيب في اسئلة تانية؟ طيب خلاص خلاص. طيب شكرا لاتصالك وفضلت شيخ يرد على حضرتك. طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل. في بعض الناس اللي هي للاسف تستخدم الجن من السحره، فيخشى ان فلانه ديت مثلا ان هي تكشفه قدام الناس وتفضحه ويكون هو بالتهديد، يعني هي بتقول ان هو الشخص ذات نفسه او الناس دي بتهدده بالقتل ان انت لو كشفت امرين ان احنا بنشتغل بالسحر. طب هي لو تقدر انها تحمي نفسها او تبعد عن كل ده ازاي؟ أول شيء هي أنا عايزها أول شيء تثق في الله سبحانه وتعالى وتعلم إنهم مش يقدروا يعملوا حاجة. الإنسان اللي هو بيهدد كثير التهديد تعرف إنه إنسان تافه وهزيل وضعيف، دي صحيح. حاجة. الحاجة الثانية أنا عايزها تكسر كثيرا من الصباح والمساء أكثر من 100 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكل شيء قدير، دي حاجة. الحاجة الثانية
حسبي الله ونعم الوكيل، وتقولها وتقول لا بنيه الانتقام، بنيه ان ينتقم الله من هذا الخادم. بس في هذه الحاله هي محتاجه ان تتجه الى معالج عشان يقدر ان هو يرفع التسخير الجن من على الجسد ان شاء الله. طيب احنا معانا استاذ علي. استاذ علي معانا؟ استاذ علي؟ طيب شكرا. معانا استاذه اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزه اكلم الشيخ. اتفضلي فضيله الشيخ مع حضرتك. حضرتك يا شيخ، انا والدتي تعبانه بقى لها 5 سنين، عامله عمليه في رجليها واتكسرت، وعملت عمليه في رجليها ورقبتها، وبقى لها 5 سنين ما مش بتقدر تمشي على رجليها، ان كل الدكاتره قالت ان هي ممكن تمشي. فانا عايزه اعرف هو ده كده سحر معمول لها ولا هي تفضل قاعده ولا ايه؟ وفي حاجه تانية، بتبقى قاعدين ساكتين حضره الشيخ واي حاجه على سبب صغير قوي ونتخانق ويحصل حريقه في البيت. طيب وامي عندها حته الشك والظن، تشك في اي حد وتشك في اخويا وفيا وفي كل الناس. طيب يا استاذه اسماء، حاضر فضيله الشيخ هيجاوب على حضرتك. معانا استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضل فضيله الشيخ مع حضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك استاذ علي؟ احنا نستأذنك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. طب تمام مفيش مشكله. اتفضل. حضرتك انا عايز اسال حضرتك، بس عندي طفله صغيره عندها 2 سنين بتقوم بالليل تعيط وتصرخ وكده، فاحنا مش عارفين يعني ايه السبب وكده. فلما جبت الصوره اللي هي بتاعت القران وكده وبدات ان انا اسمعها، فجابت ايدها على ودنها كده حضرتك وسدتها جامد وبدات تصرخ، فانا مش عارف ده ايه يعني. وبعدين دي طفله صغيره، ممكن يكون في حاجه ولا انت حضرتك شايف ايه؟ طيب وبعدين طيب. اول ما اصلا يعني اول ما شغلت صور القران وكده جنب ودنها بالموبايل التليفون، بدات ان هي تسد ودنها قوي وتحط ايدها الاثنين على ودنها كده، فانا عايز اعرف ده ايه حضرتك يعني، ونعمل ايه وايه اللي يصير يعني وكده. حاضر فضيله الشيخ هيرد على حضرتك. حاضر يا استاذ. طيب بالنسبه للاستاذه اسماء، هي بتقول عن والدتها انها مش قادره انها تمشي رغم ان الدكاتره قالوا التشخيص انها تقدر تمشي على رجلها. تمام. طيب سريعا بسرعه كده، دي بتبقى حاجه من الاثنين، يا اما قرينتها بقت تديها او تلعب في بالايحاء عندها ان انت بالفعل مش قادره تمشي، فاحنا هنا بنحاول نرفع الحاله النفسيه والمعنويه عندها شويه، ونبتدي نصدمها بالواقع ان انت طبيه بيقول ما فيش حاجه. طب ابدأي اعملي كذا، ابدأي اعملي كذا، واعكسي الفكره تمام. ده ان كان هي ما عندهاش نوع من انواع المس القديم. طب لو عندها نوع من انواع المس القديم، لا هو احيانا بعض المس بيستمتع ان الجسد يكون دايما قاعد مريض باسلوب معين، ويدخل المريض لحاله ثانيه من حاله الاكتئاب والنفس والحاله النفسيه انه ما يقدرش يتحرك. فحب ننصح ان حاولي كلمي والدتك كتير وسمعيها الرقيه تخص الجن العاشق او تخص القرين. ابدا برقيه القرين، وبعد كده لو لقيت مفيش اي تاثير ولا حاجه ابدا بالجن المس الجن العاشق. طيب استاذ علي وبنته. استاذ علي، احنا بنقول مبدئيا وده شيء اساسي ومن رحمه الله سبحانه وتعالى من حالات النادره جدا جدا وتبقى في السن اللي هو قرب البلوغ، اما السن دوت يستحيل يسكنه الجن، لكن من السهل ان ياذيه من الخارج. ازاي؟ الطفل ممكن ان هو يرى الجن، او ان الجن ياذيه من الخارج فمثلا يضربه او ما شابه ذلك. طيب ايه السبب هنا؟ نرجع على طول بسرعه للام. حضرتك زوجة حضرتك اكيد عندها نوع من انواع المس، والمس دوت بيتجه الى الطفل وخاصة يأذي الطفل ليلا. جات لي حالة بسرعة كده، جيل عشان طفل عنده حوالي 4 سنين، وقال لي يا شيخ الطفل ده بيجي بالليل يصرخ ويعيط بدون سبب، انا مش عارف اعمل اشيله برضك يعيط. خلاص تركت الطفل عادي مفيش اي حاجه، وبدانا نقرا على الام، وتفاجئنا ان الام عندها مس قديم، وسبحان الله العظيم بعد اول جلسه بدا الطفل يجي عليه الليل، مفيش صريخ مفيش عيط مفيش اي حاجه. هذا الخبيث اللي كان يؤذي الام
لما تسلسل او لما شعر ان في حد اكتشفه فبدا يرفع سيطرته واذاه عن الطفل. لما ابنك يعيط عياط غير عادي ليلا بالذات اعرف ان زوجة حضرتك في عندها مس او عند حضرتك، واغلب الامور بتبقى عند النساء واحنا لا ننفي ان يكون الزوج يكون عنده مس ممكن ياذي الطفل. فاحنا بنشوف نقرا على الاب والام ايه المشكله ونشوف نعالج ان شاء الله تعالى. طيب احنا كده بقى هنرجع لاول سؤال خالص، وهو ايه التحذيرات اللي الانسان ممكن يبعد عنها عشان يتفادى اذى الجن؟ تمام. من ضمن التحذيرات ان انا ما ينفعش اجي بالليل واقعد اضحك ضحك هستيري. في شيطان يعني هو شيطان اصلا بطبيعته زي الجاسوم كده، هو جن حزين. يعني حضرتك لو انا مثلا حزين وزعلان جدا وانت شايفين زعلان، الطبيعي تعمل ايه؟ خلاص مثلا يعني هتخففي من زعلي شويه. صحيح. لكن لما انا حزين وزعلان وبعيط وانت عماله تضحكي، انت بتستفزيني. صحيح. فخد بالك من الحركه ديت، لان القرارات كتير هيتربص بك هذا الجن ومش هيسيبك الا لما تبكي بكاء هستيري. ساعتها ممكن يتلبس في الانسان ولا هو بس بيخليه ان هو يبكي؟ في اول مره ممكن يترك، لكن لو كرر الموضوع كتير واحنا دايما بنقول بعد منتصف الليل احذر في حاجات كتير. ان انت تضحك، تتجول في بيت وحدك، ان انت تقول لا الشقه ما حدش فيها وما فيهاش عفش فابدا اتكلم واسمع صوت الصوت، كل دوت الليله للشياطين والجن مش الانس. انت خالفت فطره الله سبحانه وتعالى. صح. فاحذر من هذا الامر. نعم. معانا استاذه دينا. استاذه دينا معانا استاذ علي، اتفضل يا استاذ علي. السلام عليكم. اتفضل، استاذنك توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك بس اكلم الشيخ. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ خليك يا باشا. حضرتك انا كان معايا مراتي شهر رمضان اللي فات ده اللي قبله. تمام. كانت في حاله وضع، فهي بقى ما فاتت الشهر كله كانت فضرة. تمام. وجاء الشهر اللي فات ده برضه لا مؤاخذه في اللفظ كان في اللي هي الدوره الشهريه عنديها، فبرضه كانت فتره 10 ايام. تمام. دول 40 يوم، فعايزين نعرف يعني ايه بالظبط اللي يطلع، كانت دي فلوس والفلوس دي تروح الجامع او تروح للناس او ايه بالظبط يعني. تمام. حاضر. ماشي. فضلت الشيخ هيرد على حضرتك. طيب. طيب ديت مسألة فقهية بس هرد عليه إن شاء الله تعالى. أولاً قاعدة إحنا بنقول إن الإنسان اللي هو أصيب بمرض لا يرجى برأه، يعني ما هو الطبيب قال له المرض ده مزمن هيفضل معاك طول العمر، والمرض ده ما ينفعش طول ما هو موجود ان حضرتك تصوم. هو انا شايف ان الحاله غير كده، شايف ان هي وضعت وبعد الوضع اتاها المخاض او اتاها الدم وبيساوي ان ما قدرتش تصوم رمضان. فهي تكسلت من عام لعام. من شهر رمضان لشهر رمضان. طب احنا مر علينا 12 شهر، لو احنا قسمنا حتى في كل اسبوع يومين من ال 30 يوم هصوم. هنا حضرتك لا تطلع فلوس ولا تطعم ولا كلام تكون، لان هي ما عندهاش مرض مزمن. لا هي تصوم الايام ولكن تصحي النية باذن الله سبحانه وتعالى 40 يوم، تجتهد باذن الله سبحانه وتعالى وتصوم ولو حتى اثنين وخميس، وتضع فيها النية ان دي بناء عن او تعويضا عن الايام اللي فطرتها في ايام الفريضة. طيب معانا استاذة دينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فضيله الشيخ، ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضلي فضيله الشيخ مع حضرتك. ماشي. الوقت انا كل ما يجي لي عريس ببقى مش طايقه ان انا اشوفه، بحس ان انا كرهاه وبتضايق جدا، فاهلي انا بيتضايقوا من الكلام ده، فبيقولوا لي انت بترفضي لي، ايه السبب الشخصي؟ برفضه من غير اسباب، واول ما بشوفه بتوتر واقعد اعيط واتضايق. فبعدها فضلت على الحال ده سنتين او ثلاثه، وانا دلوقتي عندي زي 18 سنه. فبعد احنا هنا في الريف بنجوز بنات صغيره وكده زي ما حضرتك عارف. تمام. فدلوقتي ايه، قالوا احنا لازم نوديها للشيخ وكده يشوف ايه اللي عندها. فرحت للشيخ فقال لي، فقعد يقول لي على اعراض كده، ففعلا الاعراض دي طلعت موجوده عندي، فقال لي ده انت عندك جن عاشق.
فاداني زيت مقروء على قران كويس، حبه زيوت كده عملتها خلطه في ازازه وبقيت ادهن منها وقرأ لي ميه في ميه قران على ميه في جركه تمام، وبقيت استحمى منها كل يوم. ففضلت يجي 10 ايام وبعدين ده خلص. فبعدها والدي ما وافقش وقال لي انا مش بامن بالكلام ده. فبعدها لما انا خلصت ده وبقيت اقول اذكار المساء واصلي والتزم بالصلاه، بس امبارح حسيت ان انا مخنوقه وبعيط ومكتئبه ومش طايقه نفسي وحاسه ان انا متوتره عشان شيء ما اعرفش ايه هو الشيء ده. طيب يا دينا حاضر، فضلت الشيخ هيرد عليكي. طيب برضك هو عن الجن العاشق. كويس الاخ اللي هي راحت له، فعل شيء كويس جدا، نوع من انواع الزيت زي زيت الزيتون مثلا او حبه البركه، بيقرا عليهم ويدهن بهم الجسد وماء مقروء عليها. لكن في حاجه هنا ان الحاله لازم يقرا عليها مباشره، مش فقط ماء مقروء عليها وزيت زيتون مقروء عليه، لازم يقرا عليها مباشره ايات الزنا وعقوبه الزنا، وكاني انا بحذر هذا الشيطان او هذا الخبيث من هذه العقوبه. بدات الحاله تتاثر معايا، وبدا في بعض الحالات في المس الجن يتكلم وتظهر اعراض معينه، اللي بيبقى المعالج يعلم بالاعراض دي ان هذا الجن ان كان مسلم فانا بعظه وحذره وشدد عليه كانك بتعظ انسان مسلم. طب ان كان هذا الجن مش مسلم على غير ديانه الاسلام فابدا احذره برضك، وبعد كده ما خرجش وترك الجسد بالتحذير، فابدا بعد كده اقرا ايات الحرق والتعذيب واحرق هذا الخبيث او يقتل ويخرج ويترك الجسد. لكن هو كده كانه بيحفظ جسد من الخارج عشان مفيش حاجه تخش له تاني. طب ما هو في حاجه جوه، انا ما خلصتش الجسد من الحاجه اللي جوه، فتاخد الحاجه تحس بطمانينه وهدوء لفتره معينه، وبعد كده يحصل موقف اللي هي حكيت دوت. خايفه من حاجه ايه مش عارفه، ولكن في حاجه جوايا عمال يعني يخليني يزيدني حزن ويزيدني بكاء وتوتر وخوف ورعب، لان هو ما زال موجود جوه. حضرتك توجهي لمعالج يقرأ عليكي وعرفي ان عندك علامات الجن العاشق. طيب سريعا كده عايزين نعرف امتى الجن يخاف من الانسان؟ كويس جدا. ختاما ختاما كان بعض الناس، واحنا زي ما قلنا في موضوع الجاسوم، فبيقول لي يا شيخ طب انا عايز يعني، طب يعني هو ملوش حاله؟ قلت له طبعا لازم ايه، لازم خلاص المعاصرين، ولكن الجن هنا يلعب على الايحاء. واعزك الله سبحانه وتعالى لما تمر على مجموعه من الكلاب، فانت بتمر جنبيهم لو شعر منك الخوف يبتدي يهاجمك، طب ما شعرش منك في الخوف خلاص يتركك. طب في بعض الكلاب لا انت مش خايفه وخلاص فيعدي منك فيهاجمك تاني. يعني يجرب. معناها ان احنا ما نخافش، ما تخافش مهما كان الايحاء، اعكس الفكره دايما، وبقولها قاعده، اعكس فكره الخوف بان انت متماسك ومفيش اي حاجه. طيب ماشي، شكرا يا فضيله الشيخ. احنا كده يعني انتهى الوقت، ان شاء الله الحلقه اللي جايه نكمل موضوع. استنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. السلام عليكم.